مناسبة الذكرى 44 طبعا لي جميعا كلهم باسمه ومقامه الكريم، وخير من افتتح بهذا اللقاء الكريم. وإذ نحيي اليوم ذكرى رحيل هوارب مدين الحي بين الجزائريين، ما زال اسمه خالدا في ذاكرة الجزائريين، ومواقفه تغمر وجدان الأحرار والمخلصين، وإنجازاته مفخرة للأجيال بتعاقب السنين، وأفكاره مصدر إلهام للنخب وللمنظرين، وحسه بالمستقبل عنوان اليقظة وحسن التدبير، فلأن روحه قد سكنت كل شبر من أرض الجزائر الطاهرة لتروق عزة وكرامة. وفاته كانت صدمة كبرى في قلب الشعب الجزائري. وكيف يستطيع شعبك يا بومدين أن ينسك وأنت دائما ودوما حاضر في القلوب، حاضر في القلوب؟ وكيف يستطيع شعبك أن ينسك وأنت دائما تتعاطف مع المحرومين؟